نبدأ بالصحة. مستشفى مولى عبد الله أصبح من مستشفى إلى مجزرة بلدية. أخ سمح لي أنا غنقاطعك. لا سمح لي خليني نكمل سي موسى غنكمل. أنا غير بالنسبة لسي مزواري اللي كتكلم عليه النائب البرلماني، علاش بالضبط بغيت يركب هذه الموجة في هذه الظرفية؟ غادي ندوز للمجلس البلدي. قل ما تشاء، قل ما تشاء. نعم تحمل مسؤوليتك. أتحمل مسؤوليتي. اليوم كنطالب من علم المرض ديالك باش يحضر حسن عطارة. إن شاء الله احنا غادي نلبيوه ويكون حوار مفتوح راه عادي. إذن مشاهدي محمد يابريس، السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. ملفات ساخنة كيناقش اليوم حدثين بارزين اللي عرفتهم المدينة قبل أسبوع. الحدث الأول هو غلق لافاليز بطريقة يعني مبهمة. الحدث الثاني وهو الوفاة يعني اللي وقعت للشاب زكريا بليغ بمستشفى مولاي عبد الله نتيجة إهمال. لمناقشة هذا الموضوع معنا جمعويين من مدينة المحمدية ونشطاء فيسبوكيون، غنخليكم تعرفوا عليهم مباشرة. إذن شكون أول ضيف؟ طارق سحيم، عضو في الهيئة الوطنية لحماية المال العام وناشط فيسبوكي وفاعل جمعوي. محمد طيداني، عضو في جميع عدة جمعيات وناشط فيسبوكي. موسى صبيح، رئيس جمعية الكرامة والإنصاف التنمية الاجتماعية بالمغرب ورئيس فرع جمعية الإخلاص للتنمية الاجتماعية ورئيس جمعية نجدة للأطفال والنساء ضحايا العنف والأشخاص بوضعية صعبة بجمعية بني خلف. هذه الجمعية حاجة الآن. السيف موسى، رئيس جمعية الإخلاص للتنمية الاجتماعية والمنسق العام لجمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي بمدينة المحمدية. كمال العزير، عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام، ناشط فيسبوكي وفاعل جمعية. خديجة لطفي، رئيسة الجمعية المحمدية للتضامن والتنمية البشرية. باهي عبد الواحد، رئيس فدارة المجتمع المدني بمدينة المحمدية ورئيس جمعية بلا حدود للتنمية المستدامة. صالح رزوق، فاعل جمعوي عن عدة جمعيات من جمعية إخلاص وجمعية رشيدية 3 وعن شبكة الفج التنمية المحلية المحمدية ومكلف بالتواصل عن جمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي المحمدية. بستاني صوفيا، عضوة في صفحة المحمدية بأعين سكانها وعضوة في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. إذن هؤلاء هم ضيوف حلقة اليوم من برنامج ملفات ساخنة. نبدأ بالصحة. غادي نوجه السؤال لصالح في مجال الصحة، كونك يعني مهتم بمجال الصحة، يعني ليس أكثر من الحاضرين معنا وإنما لأنكم تنشطون في جمعية بهذا الشأن. حدثنا على المستشفى الجامعي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص المستشفى الجامعي، كان داز واحد اليوم لقاء تواصلي مع السيد العامل ومع السيدة مندوبة الصحة المحمدية وعدد من جمعيات المجتمع المدني. وهذا المستشفى الجامعي لحد الساعة لحد الساعة لأنه مازال ما كاينش شي حاجة رسمية لحد الساعة، العامل مازال السيد سميتو لحد الساعة، لكن الأرض موجودة، كيقول لك الأرض موجودة ولكن الشركاء اللي غادي يبنيو المستشفى مازال ما كاينينش موجودين في 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 هذا في الوقت ان شاء الله. إذن حادث نقدر نقولوا مأساوي اللي عرفته مدينه المحمديه مؤخرا نتيجه اهمال بداخل مستشفى مولاي عبد الله، وهو الاهمال اللي وقع للشاب زكريا. سي طارق، يعني تحدثني على الاحتجاجات اللي وقعت هذه الايام هذه. طبعا كتنشروا هذا الشيء في الفيسبوك ديالكم اللي هو المحمدي بآل سكرين. هي للتذكير كانت مسيرة سلمية كانوا نظموها عائلة الشهيد الإهمال زكريا. نعم. بعد المناسبة كنجدوا تعزية ديالنا لأسرة الشهيد والرياضيين مدينة المحمدية. احتيج المسيرة بالأمس مرت بواحد الظروف جميلة، ما كانوش تجاوزات كانت عفوية الحمد لله. مركب عليها الحمد لله حتى شي واحد، والحمد لله وصل الصوت، وصلنا المسؤولين بان احنا كنعيشوا في واحد الوضع كارثي. مستشفى مولاي عبد الله للاسف كيحمل اسم مولاي عبد الله واللي كانوا كيحبوا كاع الناس ديال المحمديه، وكنعيشوا في واحد المأساة. المحمديه كتعيش في واحد التهميش، والمجال الطبي وقطاع الصحه في المحمديه كيعرف واحد التهميش كبير، لان
كنتجاوزوا نسبه الساكنه في محمديه كتجاوز اكثر من 250 الف وكيجيو من الضواحي ديال محمديه كيجيو من مستشفى مولاي عبد الله، وما يمكنش مستشفى مولاي عبد الله يستقطب كاع الناس كاملين. حنا كنطلبوا يتفتح تحقيق عاجل بخصوص وفاه زكريا، لان المسؤوليه بدات من لاغار كيتحملوها السكك الحديديه ووصلت حتى المستشفى مولاي عبد الله. كيف يعقل زكريا تم نقله من السكه الحديديه ديال محطه قطار المحمديه الى المستشفى مولاي عبد الله دون تحرير محضر او تسجيل الاسم ديالو؟ لان بلغتنا بانه تقيد اكس بن اكس مجهول لا يعقل، وكان مع الهاتف ديالو. وكنطالبوا المسؤولين، وانا كيبان لي بان كانت مطالبات باستقاله المدير ديال باقاله المدير ديال المستشفى، وكنطالبوا باقاله المندوبه ديال وزاره الصحه لان حتى هي مسؤوله. ومن الحل ماشي هو اقاله المدير ولا اقاله المندوبه، خاص حل جذري. لان اذا خليك معنا نبغيو نعرفوا الصوفيه وانت زميله ديال الطريق في المحمديه باعين سكانها، واش كتشاطريه الراي في كلمه قالها وهي انه القضيه مركب عليها حتى شي واحد؟ قبل أن أبدأ الحوار ديالي، مساء الخير. كنطلب من الحضور الكريم أننا نتلو سورة الفاتحة ترحما على صديقنا والأخ ديالنا زكريا بليغ، وبهذه المناسبة كنتقدموا بتعازي الحارة للعائلة ديالو. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولا أنا كنشرف بوجودي معكم اليوم. كما قال الأخ طارق سحيم، هي كانت ركوب على الأمواج في قضية زكريا بليغ، لأننا كما كنعرفوا على أبواب الانتخابات البرلمانية، دونك كانوا أناس أولا أنا كنشوفهم بعيدين كل بعد على الحقل السياسي، دونك فحرام وعيب أننا ناخذ حالة مأساوية كحالة زكريا وكل ما تعرض له لخدمة أجندتنا، ونحن لا علم لنا بالسياسة. هذا من جهة. من جهة ثانية كنا كندويو على 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 مستشفى العار، مستشفى الأمير مولاي عبد الله. كما قال الأخ طارق، حنا أكثر من 400 ألف نسمة، والطاقة الاستيعابية ديال المشفى ما كتقدرش كتحمل عدد الوافدين عليها. أنا كنت قمت بتحقيق باسم صفحة المحمدية بأعين سكانها أنا والأخ كمال العزير. الحالة التي يوجد عليها مستشفى العار الأمير مولاي عبد الله ماشي حالة كارثية، كلمة جد بسيطة على داك الشيء اللي وقفنا عليه. فكيف يعقل السي خالد أنه كندخلوا المستشفى غير إلى مشينا غير القسم الولادات؟ هذاك القسم أنا بعدا ما عرفتوش واش حتى طريقة التعامل ديال دوك الناس راه ماشي خاصنا نبنيو مستشفى جامعي أو مستشفى إقليمي، لا، خاصنا أولا نعيدوا هيكلة الناس اللي خدامه في المشفى، نعلموهم واحد طريقه كيفاش كيتعاملوا مع المرضى. صافي با دير كو انا كنجي حيت ما عنديش فلوس، خاصك عندك الحق تدير مزاوزات عليا وتسلخني وتضربني، لان حنا حضرنا المراه كتاكل عصا وهي كتولد. علاش هنا لا كيسيون كي سوبوز؟ واش حيت انا عندي اليوم فلوس من حقي نمشي نتعالج في اون كلينيك بريفي لان عندي فلوس، والمواطن البسيط الجد البسيط حنا هادشي كله اللي كنديروه راه ماشي كنديروه علينا حنا، لا، حنا كنديروه لذاك المواطن البسيط اللي باقي كيخاف اللي ما كيقدرش يدوي على حقه. دونك هنا من هاد البرنامج اللي هي ملفات ساخنه، انا كنقول ان ملف الصحه ماشي ملف ساخن بل ملف اكثر من ساخن، لان الحمد لله كفيسبوكين كفاعلين جمعويين كصحافه اللي انا كنود نشكرها من هذا المنبر هذا للوجود ديالها كيكون دائما لتغطيه الاحداث، ان الحمد لله الميساج اللي صيفطنا اللي كان ان اس ام اس اللي وصل لوزير الصحه وصلوا وهو قام بفتح تحقيق وارسال لجنه
لتقصي الحقائق داخل مدينة المحمدية، كما كنزيد نزيد على ما قاله الأخ طارق صحيم، نحن لا نطالب بإقالة، الإقالة ماشي سوفيزان، حنا كنطالبوا بالإقالة المحاسبة، ربط المحاسبة بالمسؤولية. دونك ماشي اليوم نقي المدير ونخليه، وغدا نقي الوزير مندوبة وزارة الصحة ونخليها، ونقي الطبيب، نا هذا ماشي كافي، لأنه ضاع شاب. نقدروا نقولوا قضاء الله وقدره، مرحبا كلشي كيامن بهذا الشيء، إلا أننا ما كنامنوش بالإهمال، ما كنامنوش بأن بيرسون اللي غادي تدخل أسوار مستشفى الأمير مولاي عبد الله وما نعتنيوش بها. علاش؟ باسكو هذيك السيد ما عندوش كارت ناسيونال، إذا ماشي مغربي. دونك سيدنا الله ينصرو، دستوريا عطى الحق المواطن المغربي يكون من محمدية، يكون من برشيد، يكون من تنزانيا، حق في الطبيب، وهذا حق مشروع. ومن هذا المنبر كنادي المسؤولين انهم جاء الوقت ليفيقوا، لان الحمد لله الشباب اليوم خدا واحد الحيز كبير لا سيما في الفيسبوك، وقدرنا نوصلوا كلمتنا، وهذه الكلمه هذه ما غاديش توقف غير هنا. اذا خليك معنا، غادي ننتقلوا مقاربه النوع. سفيني موسى، سيفي موسى، نكون عارفوا وخاصة وأن كنتوا حاضرين اللقاء الدراسي اللي كان بالعملة دي المحمدية، وكنتوا عملتوا واحدة المداخلة جد قيمة. كيف شفتوا ردة فعل المسؤولين من عامل المحمدية ومندوبة الصحة؟ واش حملوا الأمر بمحمل الجد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية جمعوية للإخوان، وتحية للجريدة الإلكترونية المحمدية بريس على هذا اللقاء الذي إن دل عن شيء فإنما يدل عن الرغبة والتشدد عن جميع القطاعات التي تعرفها مدينة المحمدية. بصفتنا كجمعية منذ 2012 قمنا بعدة مراسلات للوزير الصحة ولا السيد مدير المستشفى الإقليمي ولا السيدة المندوبة، لكن قمنا بعدة لقاءات من أجل الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة مدينة المحمدية. هذه المراسلات تمت تزكيتها من طرف إخوان صفحة المحمدية بأعين سكانها، الذي أعطت دفعة قوية لهذا المطلب الأساسي الذي تطالب به المجتمع المدني. كنا حضرنا إلى لقاء الذي نظمته عمالة المحمدية حول الوضع الصحي بالمدينة، وقمنا بعدة تدخلات. هذا اللقاء جاء بناء على اللقاء الذي انعقد مع السيد عامل عمالة المحمدية بتاريخ 4/2/2015، والذي نص من خلاله على أن المدينة أن العمالة سوف تنظم يوم صحي بهذه المناسبة. بالفعل تمت تنظيم هذا اليوم، لكن ما الجدوى من هذا اليوم؟ خاصة أنهم عرضوا واحد شريط فيديو وأنتم عقدتوا واحد نعم الاحتجاج بهذا نعم الفيديو، حدثنا نعم عليه. احنا كنا حاضرين الأطوار ديال تسجيل شريط حول الوضع الصحي مدينة المحمدية منذ بدايته، لكن استغربنا لما تم عرض هذا الشريط الذي تمت فبركته بنسبة 90%، يعني وتمت إزالة كل النقط التي كانت ستؤدي إلى إعفاء سيد وزير الصحة شخصيا. ماشي غير كنت تعرض الشريط كاملا نظرا للإهمال ديال وزارة الصحة، ثم الإهمال ديال مندوبية الصحة، زائد التسيير العشوائي اللي كيعرفوا مستشفى مني عبد الله من طرف المدير ديال هذا المستشفى. كانت شهادات حية، اسمعني أستاذ طارق، أستاذي خالد، كانت شهادات حية ومؤثرة لأناس عندهم حالات حرجة اللي من المفروض أنها طاقم طبي تدخل في هذه اللحظة، فإذا به كيعطوا الناس مواعيد ديال 3 شهور بداعي أن الطبيبة خارجة كونجي.